بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذايا محرك نتاع بيجو ولا سيتروان ولا ميني كوبر اللي هو اللي يسموه 1.6 ليسونس، هذا باش ركبوه على 308. نعطيكم شوية بسط على المكونات نتاعو. عندنا هذايا الفساد نتاعو اللي هي من قدام، اللي هي فيها التوندرات وفيها الكروا وفيها الكليماتيزير اللي هو الكومبريسور بولي البومباو مضخة الماء، فيها كل الحاجات هذه، وتحت منها الكاتينة والشان، هذه السيبور نتاعها، هذوما من هنا كل الحاجات هذه. نجيو من جنب هذايا، هنا مكان الكاتاليزير، هذايا مكان الكاتاليزير، هذايا الانترناتير اللي هو مولد الكهرباء، هذايا الكومبريسور نتاع الغاز اللي هو نتاع المكيف. من هنا عندنا هذايا ريفيجيرون اللي هو المبرد نتاع الزيت. عندنا طبعا هذايا يسمى البلوك، هذا كله بلوك، وهذا خزان الزيت الكارتير.